جزاكم الله خيرا. السائلة أم حذيفة الجبيل أرسلت بهذا السؤال، تقول: نحن مجموعة من الفتيات جاءتنا الدورة الشهرية ونحن في أعمار لا تتجاوز 9 سنين، وجهلا منا لم نصم بعض شهور رمضان، وحين علمنا بوجوب صيام ما بدأنا بالصيام، فما الواجب في ذلك في قضاء هذه الأيام من شهر الصوم المبارك تجاه هذه الشهور مع الإخراج للصدقة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكن صيام الأيام التي أفطرتن فيها بعد حصول الحيض، لأن من حاضت فقد بلغت ووجبت عليها الواجبات الشرعية من صيام وصلاة وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، والمراد من بلغت سن المحيض. وما تركتن من صيام رمضان في الفترة التي مرت في أول بلوغكن هذا يكون عن جهل أو عن تساهل، فالواجب عليكن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء عدد الأيام التي لم تصومنها، وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت. لا تبرأ الذمة إلا بذلك، توبة إلى الله عز وجل، قضاء الأيام كاملة التي جرى فيها الإفطار بعد البلوغ، إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير إلى هذا الوقت، وبالله التوفيق.